انسى خلاص كلمة مش فاكر مع دكتور برهان، هنغني ونضحك ونذاكر مع دكتور برهان. كده خلصنا البوليوريا، نيجي للأوليجوريا. السبيسيفيك جرافيتي يا تبقى فيكست 10-10 يا تبقى هاي سبيسيفيك جرافيتي. لو فيكست 10-10 فيكست سبيسيفيك جرافيتي 10-10 ده يبقى رينال فيلير 10-10، وعشان أوليجوريا فيبقى أكيوت رينال فيلير. وقلنا دي تسمية من الماضي، خلاص دلوقتي بيسموه أكيوت كيدني إنجري. يبقى النوع ال 10-10 ده Fixed Specific Gravity 10-10 ده ممكن يبقى بوليوريا وممكن يبقى أوليجوريا، في الحالتين هيبقى رينال فيلير. طيب يا إما هو أوليجوريا و Specific Gravity، قلنا يا إما Fixed 10-10 نوع ال 10-10 يا إما High Specific Gravity. لو أوليجوريا و High Specific Gravity ده بيبقى حاجة من اتنين، يا أوليجا الصايعة يا أوليجا الصايمة. هتفهموا حالا دلوقتي مين أوليجا الصايعة وإيه أوليجا الصايمة، دي هنشوف. احنا خلاص متفقين أوليجوريا وهاي سبيسيفيك جرافيتي ممكن يبقى حاجة من اتنين. لو أوليجا الصايعة هتلاقي سموكي يورين، ريد كاستس، ديسمورفيك ار بي سيز، ده يبقى مريض او مريضة نيفريتيك سيندروم. طب لو أوليجا الصايمة هتلاقي الباقي طبيعي، في أوليجوريا في هاي سبيسيفيك جرافيتي لكن الباقي نورمال، هي أوليجوريا وهاي سبيسيفيك جرافيتي بس، لكن مفيش سموكي يورين، مفيش ريد كاستس، مفيش ديسمورفيك ار بي سيز، ده بيبقى انسان او انسانة صايمة فاستين. الناس الصايمة يا حبايبي، الناس الصايمين بيبقى عندهم أوليجوريا وسبيسيفيك جرافيتي عالية. اما يشربوا مية الدنيا بتظبط معاهم، انا وانت واحنا كلنا في رمضان كده فانكشنال. تمام تمام. ايه بقى حدوتة اوليجا الصايعة واوليجا الصايمة دي؟ دي الحدوتة اللي هتفكرك بجزء السكيمة الخاص بالاوليجوريا وهاي سبيسيفيك جرافيتي. احنا قلنا اوليجوريا وفيكسد سبيسيفيك جرافيتي ده النوع التلتين خلاص خلصناه ما لناش دعوه بيه، لكن اوليجوريا وهاي سبيسيفيك جرافيتي دي بتاعت اوليجا الصايع او اوليجا الصايمه، حاجه من الاثنين. فايه بقى حدوته اوليجا الصايعه واوليجا الصايمه دي؟ اوليجا دي بنت جذابه جدا، مره ايمانها يزيد ويقل، لما ايمانها يقل تصيع. اوليجا الصايع تشرب دخان وتشد، تلبس فستان لونه ريد، للواد الفتك الولهان، وامن ايمان هيزيد بتسود. اوليجا الصايمة مفيش دخان مفيش فستان ومفيش الفتك الولهان. دي الحدوتة. اوليجا تفتكر اوليجوريا، جذابة جدا تفتكر هاي سبيسيفيك جرافيتي، جذابة سبيسيفيك جرافيتي جدا هاي، يبقى هاي سبيسيفيك جرافيتي. اوليجا الصايعة تشرب دخان وتشد، دخان تفتكر سموكي يورين، فستان لونه ريد تفتكر ريد كاستس وديسمورفيك ار بي سيز، الواد الفتك الولهان، الفتك تفتكر نفريتك، نفريتك سيندروم. واما ايمان هيزيد بتصوم، اوليجا الصايمة تفتكر فاستين، الناس الصايمة، الناس الصايمين فانكشنال. فما فيش دخان، ما فيش سموك يورين، وما فيش فستان، ما فيش ريد كاستس ولا ديسمورفيك ار بي سيز، وما فيش الفتك الولهان، ما فيش فتك لانها مش نفرتك، دي فاستين صايمة فانكشنال. كورس المايسترو لشرح البطنة بالأغاني، شرح البطنة كاملة، اشترك الآن مع دكتور برهان.